حاجي آغا، روح لعن جوهر هان وما تتركه أبدا. أمرك مولاتي السلطانة. افتحوا الباب. سلطانة، شو هذا اللي سويته يا مراد؟ كيف بتاخذ هيك قرار مهم بدون ما تسألني أو حتى تستشيرني؟ قطع رأس واحد خاين مثل طوبال ما بيحتاج كل الزعل. ومين قالك إني زعلانة عليه؟ أنا تركته عايش لأنه إلي هدف. أنا كان عندي شكوك إنه طوبال عم بيخوننا، كان بدي أعرف مين وراه ومين عم يخدم هالخاين، بس خلص بعد اللي عملته ما رح نعرف شي. أنا اليوم شعلت نار كتير كبيرة يا أمي، وهالنار بلشت بطوبال ورح توصلني لكل اللي وقفوا معه، والمفروض هنن اللي خافوا يرتعبوا مو أنتي. اللي فوق 30 سنة بهالقصر، ومن 10 سنين وأنا عم دير كل الدولة بنفسي. شفت الموت وشفت الخيانة، شفت كل شي، بس ما حسيت أبدا بالخوف، والحمد لله ما حدا قدر إنه يكسرني أو يهزمني. طالما هيك يفترض توقفي بصفي وتساعديني من دون أي نقاش، حتى الاعتراض ممنوع. بصفتي والدتك ونائبة السلطنة، لا تتوقع أسكت أو غض نظر عن أفعالك الغلط مراد، خاصة لما يكون الموضوع بيتعلق بمستقبل الدولة. هالشي لا يمكن اسمح فيه. رح تسمحي يا سلطانة؟ وما رح تعترضي على أي شيء، وإياك تتصرف في أي تصرف من دون علمي، ولا تنسي أن بكون صاحب السلطنة اللي بتكوني حضرتك نائبتها. مراد يا روحي، كل ما بتطلع فيك بتذكر أخوك المرحوم السلطان عثمان. هالشي بيعيشني بحزن ما بقدر أوصفه.